عمري ما هكون رابر اصلا. اوكي، كنت قاعد وبفكر اغني في بارز، لقيت دماغي سرحت وراحت مارز. عايز كيبورد خد ده شخر لي. ازيكم، عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد. فيديو النهارده هو مختلف تماما. اوكي، طبعا فيديو جوكر ما نزلش وفيديو بتاع بول انوار ما نزلش، فطبعا انا كده تعبي راح. اوكي، زي ناس كتير قوي تعبها راح على فيديو بتاع بالذات بتاع ابو الانوار. اوكي، طبعا انا جايب لكم فيديو بيتكلم عن الموضوع ده. اوكي، لان انا عملت سيرش. اوكي، في واحد جاله برضه بلوك، واحد عنده حاجه 20 سبسكرايبر. اوكي، يعني قناته كبيره، يعني قناته مش يعني قول ماشي. انا لو عندي مشكله مع ابو الانوار ان هو اساس انها قناتي قليله، فاهم، ما فيهاش سبسكريبشن كتير، فاهم، او سبسكرايبرز كتير، اقول لك ماشي ابلعها، اللي هو فاهم هو مش عايز حد مثلا يبقى لسه قليل مثلا، فاهم، فاللي هو ماشي ممكن افهم ده، فاهم، ممكن اللي هو عادي ممكن ابلعها له واقول اوكي، ممكن لما اوصل ساعتها يقبل ان انا اعمل عليه رياكت. اوكي، بس طبعا قناة زي دي حاجة وعشرين شخص عامل سبسكرايب للقناة مش قليل، فاهمين؟ فأيا كان انت وصلت ل 400 سبسكرايبر او ايا كان، او وصلت حتى لمليون او 2 مليون او 3 مليون، اكيد عارف يعني 20 الف شخص يبقى عامل لك سبسكرايب. اوكي، طبعا انا هظهر لكم دلوقتي الفيديو بتاع الجوكر، طبعا عامل لي بلوك. اوكي، ليه بقى؟ بص، يعني انا عملت كده مكتوب هنا you are not in the YouTube partner. اوكي، يعني مكتوبه دي، اوكي، ان انا لسه ما سجلتش اصلا في اليوتيوب. اوكي، يعني انا لحد دلوقتي ما خدتش جنيه من القناه دي. اوكي، طبعا انا لو عملت select action، اوكي، عشان مثلا اشوف ايه اللي ممكن يعني اخليه يبقى ما فيش صوت مثلا. بص بقى، من اول هنا دقيقه و22 مثلا لحد 17، يعني الفيديو ممكن انزل لكم الحتتين دول بس. تخيلوا، يعني انا قاعد بهري على في نفسي في الحتت دي وطلعت على الفاضي. طبعا ابو الانوار نفس الكلام، فانا قررت الاول يعني قلت ايه، قلت خلاص طالما الناس عماله عايزه تعرف رايي، لاني كمان برضو الناس اللي بعد الكومنتس الموجوده. اوكي، او ازيكم عاملين ايه معاك، بعد الكومنتات اللي كانت مكتوبة، طبعا الناس كانت مستنية اللحظة ان انا اتكلم فيها عن جوكر حلو. اوكي، مع ان الجوكر ناس كتير قوي بتتكلم عليه حلو كده كده، يعني مش يعني الجوكر مش واقف عليا انا مثلا، فاهم، اللي هو مش انا اللي هعمل ازمة مثلا، اللي هو لو قلت ان الجوكر وحش. اوكي، مش هيأثر في حد، مش هيأثر اصلا على الجوكر، يعني متخيل؟ مش هيأثر عليه، اقسم بالله ما هيأثر عليه، بالعكس ده هيأثر عليا انا. ما عليه، هو مع ذلك أثر، يعني أغنية موسى اللي أنا قلت عليها وحشة مأثرة عليا أنا، يعني بالنسبة للناس، يعني الناس جاية بتهاجمني أوي على الموضوع الشعبي، على الرغم إن أنا عندي نقط في الشعبي ممكن أتكلم فيها، أبين لكم الشعبي في إيه مشاكلي مع الشعبي، بس ده مش موضوعنا النهاردة. أوكي، طبعا من ضمن الناس برضو اللي كانت كاتبالي، وده يعني اصلا اللي هو انا عايز ارد عليه من الصبح، بس انا قلت خليني في الفيديو عشان برضو ممكن حد يبقى ايه، يبقى كده، فاهم. عمر، عاوز اقول لك انا بحبك والله، انا مش عشان الحته دي والله، مش بره عشان كده. اوكي، وعارف انك متحيز لمروان، والدليل بص على الرياكشن في الديسات ابي. برو انا كنت محايد اقسم بالله. طب انا هقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه، انا في فيديو انا مجهزه، في فيديوهات اصلا مجهزه عشان الفيديو بتاع النهارده ده معتم. انا ما بفهمش، اوكي، انا ما بفهمش، راجل معتم بيفهم صح، الناس اللي كتبت لي ان معتم راجل دماغه حلوه. اوكي، انا اتفرجت على معتم. اوكي، ذات نفسه معتم، ذات نفسه، يعني بصوا انا سمعكم كم كلمه هو قالها معتم في اخر الفيديو، يعني ده مش رايي انا لوحدي، يعني معتم ذات نفسه، ما يعني ده مش انا لوحدي يا جدعان، مش انا لوحدي اهو. للامانه بيف رهيب، اول بيف عربي انا بحضرها لايف، يعني للامانه البيف لحد الان كله مستوى، كله مستوى، يعني ما في كله مستوى، يعني بما فيهم مروان موسى، يعني ده مش كلامي انا، وهو كان مستمتع فشخ، يعني انا اتفرجت على معتم من الفيديو، ايه ده ما شاء الله. انا اتفرجت عليه كان 11000 وشويه، دلوقتي فيوز عنده مشاهدات، يعني دلوقتي 12 وشويه، ما شاء الله ربنا يزيد. اوكي، ثواني اعمل ريفرش عشان نشوف. اوكي، عقبال ال 13 ولا 15.
المهم فانا كنت حسيت ان هو مستمتع معاه مستمتع اوكي، وجاب سيره حوار ان انت في البيف حاول ان انت تكون متحيز يعني تكون عشان تستمتع وده الصح اوكي، وده كلام الناس اللي قالته في الكومنتات، لو نزلت الكومنتات بتاعت ابي يوسف اوكي هتلاقي الناس كاتبه كده اللي هو انا، وفي من ضمنهم كان فانز اصلا لمروان موسى كانوا حاضرين وعجبهم الديس اللي ابو يوسف عمله على مروان موسى، متخيل فاهم؟ فده مش انا لوحدي، في ناس تانية كده حتى مش رياكترز اصلا نفس الكلام، مستمتعين بالديس اللي بيحصل، هما مش داخلين اللي هو مش رايحين يكرهوا او اللي هو انت ضد انا ضدي انا ضدك، زي ما معتم برضو قال ما تعتبروش ان الديسات ده اهلي والزمالك، هو مع حق يعني، هو الراجل جابها بصراحه ما انا ما كنتش عارف اجيبها كده بصراحه يعني، اللي هو فعلا بتعمل كده وانا فعلا بتعامل كده يعني، حتى اصلا في الديس بتاع مروان موسى هتلاقيني ان انا برضو في كلام كنت مش مع موسى فيها يعني، مثلا لما كان بيتكلم على القطع غيار على اعلان اللي عمله ابو الانوار اوكي، انا قلت له لا انا مش معاك في الحته دي يا مروان عشان انا واحد بحب العربيات، فما تقولش ان انا متحيز لمروان موسى، بالعكس انا في فيديوهات اللي هو الفيديو بتاع ابو الانوار انا قعدت اسقف على الحته اللي هو قاعد يتكلم فيها ان هو جاب سيره حتت من القطع من الالبوم بتاعه، وفي اغنيه برضو مروان موسى الرياكت اللي انا عملته على الاغنيه الاخيره بتاعت مروان موسى انا اتكلمت في الموضوع ده برضو، فما ينفعش تقول ان انا بحبك انا كمان محمود اوكي، انا بحبك انا كمان بس برضو انت كده ظلمتني بصراحه اوكي. طبعا في كومنتات انا اصلا بصراحه انا كنت خايف اصلا افتح اشوف كومنتات النهارده، انا فتحت الاول ما صحيت اللي هو ربنا يستر، عشان الفتره اللي فاتت دي يعني ما شاء الله الناس جايه داخله فيا داخله غريبه اوكي. بمناسبة الناس اللي كانت بتقول ان انا ما بحبش الجوكر، انا هفهمكم ليه اوكي، هو انا مش حوار ما بحبش الجوكر، انا المشكلة ان ظروفه جت معايا او ظروفي انا جت مع الجوكر غلط، اللي هو اول ما عملت له رياكت اول مرة الناس جاية مش قادرة تستوعب ان انا واحد لسه بسمع العربي جديد، اللي هو ما تعملش رياكت انت مش عارف ايه وانت مش هتفهمه انت مش عارف انت بتعمل ايه، فمين الناس دخلت فيها شمال، فاللي هو اتقفلت، انا من النوع اللي هو بيتقفل بصراحة، اللي هو بتقفل بسرعة جدا، اوكي عامل يوتيوب وبتاع اوكي وابتديت اعمل رياكت، فانا المفروض ان انا استحمل الكلام ده، بس في نفس الوقت انا بني ادم فاهم، اللي هو مش عشان مثلا انا لحد دلوقتي اصلا زي ما انا قلت ما باخدش جنيه، فاللي هو انا هتهان على ايه يعني فاهم يعني انا مش يعني مش بالكلمة دي ان انا ممكن تهني وتديني فلوس، لا ما بقصدش كده، اقصد ايه يعني انا اصلا ما اخدتش حاجة عشان انت تيجي تكلمني وتشتمني وتهزقني، اللي هو انا حاجة اصلا كده كده فاهم، اللي هو مين انتو يعني عارف اللي هو كلمة عايز اقول طز بس اللي هو مش هينفع، بس في نفس الوقت اللي هو انا مش عامل القناة عشان تهزق ما انا صح فاهم، او ان انت تخش فيها انا مش ذنبي ان انت عندك بالنسبة لك الرياكترز ان هم يحللوا، انا ده مش ذنبي او مش ذنبي ان ده مفهومك ان اي حد عامل قناه اليوتيوب يا رياكتر يا بيطلع يتريق على امه لا اله الا الله فاهم. تاني حاجه عايز اتكلم فيها بالنسبه للحوار البلوك اللي بتتعمل من ابو الانوار اوكي، ده بتلاقي ان مش انا لوحدي اللي بتعمل لي بلوك اوكي، قناه اسمها ميا تيم اوكي عنده 27 ده اللي ذكرته في الاول عنده 27 سبسكرايبر اوكي، اسمه بقى بيتكلم في ايه في الاول؟ ستة ابو الاطفال كان اسمه ايه؟ ابو الانوار. لا بص وانا كنت محايد وهفضل محايد برضه يعني، انا هسيب لكم كده كده الفيديو بتاع معتم تحت في الديسكريبشن، والفيديو ده برضه هسيب لكم اللينك بتاعه عشان تروحوا تتفرجوا، لان بيتكلم في حاجات حلوه جدا يعني ميا تيم برضه، انا في حاجات انا اتفرجت على الفيديوهين دولت بصراحه كامل من اول ثانيه لاخر ثانيه بصراحه اتفرجت عليهم وعجبوني، وفي حاجات فهمتها كتير جدا في الاغنيه بتاعت مروان موسى يعني اغنيه يعني الديس بتاع مروان موسى انا خلاص اللي هو شبه انا فاهمه فشخ، انا ممكن اعمل عليه رياكت دلوقتي، وفي حته برضه انا هجيبها لكم اوكي في دقيقه أربعة وشويه لان قعدت احفظ الدقائق عشان اجيب لكم، عشان الناس اللي بتيجي بتقعد تكلمني تقول لي انت
انت مش عارف ايه الناس اللي جابت الدخله فيها شمال. ما علينا خلينا نكمل. بس يعني باستثناء الانترو دي ده رد فعل يعني صغير كده على ان ابو الانوار حذف فيديو كامل هنا على القناه كان تحليل لتراك عباسيه فيديو متعوب فيه اشتغلت عليه انا واشرف. اشرف بصوا 13,000 مشاهده في يومين ما شاء الله الله اكبر يعني اللهم لا حسد و1000 وشويه لايكس. اوكي فيديو زي ده يعني كل ده مسحه عشان بصوا انا مش حاطط سماعات بس انا سامع السماعات من تحت. هنا على القناه كان تحليل لتراك عباسيه فيديو متعوب فيه اشتغلت عليه انا واشرف. اشرف حلله وسجله وانا منتجت والفيديو كان وصل لارقام كويسه بس بعدها ابو الانوار حذف الفيديو تقريبا اتضايق من حاجه ممكن عشان اشرف اتريق على بار الساحل ما اعرفش بصراحه سبب حذف الفيديو يعني بس ايش هو ما يعرفش سبب الحذف الفيديو. اوكي انا كنت مفكر بصراحه ان عشان قناتي مثلا صغيره فانا قلت جايز يكون عشان كده او لسه عشان ما اشتركتش زي ما انا قلت. اوكي بس على ما اعتقد برضو حتى لو انا بقيت من ضمن اليوتيوب يعني بقيت بارتنر اليوتيوب يعني شريك يعني معنى صح. اوكي على الرغم ان في حاجات ممكن اصلا يكنسلوني وبتاع حاجات كده بلاوي ما علينا ده مش موضوعنا. يعني ده كان معناه ان اصلا ابو الانوار ان انا اخاف ان انا اعمل له براكت فاهم يعني في كوبي رايت كليمز. اوكي هو انا هو بيتكلم ان هو هياخد فلوس. اوكي يعني ده معناه ان اصلا كان مفيش حوار الاس او علامه الدولار دي اللي عليها احمر دي. قشطه هو بيتضايق من اي نقد ليه او اي كلمه صغيره بتتقال عليه فيعني كتر خيره بصراحه يعني طالع عليها اسماء كتير سته ولمبه وباطفال وكلهم لاقين عليه بصراحه فقشطه يعني عادي فيديو اتحذف هناخد فلوس انا واشرف نطلع على اقرب عصاره طبق فواكه وهنموف اون عليه ولا حاجه حصل صفحتين اتقفلوا. طب انا نفسي في ميمز يا جماعه حد يبعت لي ميمز زي دي اعمل عليها رياكت احسن من الاغاني بس دي يعني ابعتوا لي لان انا لو شفت الفيديو ده مسخره سلطه فواكه وهموفن علي ولا حاجه حصل صفحتين اتقفلوا طبق سلطه فواكه وهموفن عليهم في ساعه زمن عموما نرجع لبس مروان موسى هنا بعد الانترو دي خلاص هرجع تاني. اوكي دي الحته. اوكي تاني بقى حته عشان بس الناس اللي هو انا واحد بعمل رياكت على الفيديو. اوكي بتفرج عليه الاول مره قدامكم على الكاميرا. اوكي يعني اللي بيطلع مني تلقائي ده زي ما هو بيطلع انا مش محضر له. بص بقى هو ان هو يتكلم في هيقول ايه عن رايي في التراكات في فيديو لوحده لان انا اصلا بحلل التراك بعد ما اسمعه مره او مرتين ثلاث مرات بالكتير فما بلحقش اكون وجهه. انا واحد ما كانش بيسمع عربي جه يا عيني بقاله بس يعني شهرين ثلاثه رجع يسمع عربي ناس بتيجي بتهاجمني ما عندهاش حتة اللي هو اوكي ده لسه بادئ يسمع عربي لان باين انا في يعني في برضو من ضمن الكومنتس اللي كانت جايالي او الكومنتات زي خليني اقولها كومنتات احسن انا دايما بقول كومنتات معرفش ليه قلت كومنتس بعض الكومنتات اللي انا كنت كانت جايالي اللي هو انت قديم قوي يا انت لسه فاكر تعمل رياكت برو انا شفت انا اصلا بادئ امتى فاهم وكان لسه اصلا كنت لسه بادئ ساعتها. اوكي ده كان من ضمن الكومنتات اللي كانت وحشه. اوكي ما كنتش عارف ان في كومنتات تجيلي بعد كده وحش وكنت متضايق قوي من الكلمه دي اللي هو إيه؟ نعم عارف اللي هو نعم ايه ما ينفعش يعني ولا ايه مش فاهم اللي هو 2019 ماشي عارف ان هو 2019 بس انا لسه بادئ اعمل ايه انا طيب انا بالنسبه لي كانها 2022 فاهم ما علينا. فا انتوا جايين طبعا عشان تشوفوا بس انا في حتت برضه هجيبها لكم من بخصوص طبعا اغنيه الجوكر طبعا هجيب لكم حته منها واعذروني من الصوت لان الصوت هيبقى مش حلو خالص. اوكي انا بقول لكم فاعذروني لان لا ده كان ابو الانوار هو اللي صوته الصوت اللي انا عامله وحش وطبعا مش هشغل حته من ابو الانوار لان هبقى خايف. الجوكر على الاقل هكون امن شويه. اوكي فانا هسمعكوا طبعا الجوكر ما فيهاش الصوت عادي صباح الفل. في حته دي اكتر حته فعلا في الرياكت كله ما اعتقد هتعجب ناس كتير. اوكي انا شخصيا عجباني بالنسبه كاغنيه ف لازم تتفرجوا على الحته دي بصراحه يعني الحته دي اللي عجباني اكتر حاجه. المهم الناس اللي كانت بتقول لي ان انا محمود الكلام ده ليك تاني برضو اسمع الحته دي. الناس دي عباقره على فكره اللي هو انا يعني انا بحب احط نفسي مكان الناس دي. اوكي
لو انا رابر ومفروض ادس حد، انا عمري ما هعمل ابو الانوار عمله ان هو يجيب عناوين. ازاي يكتب على عناوين بتاعت اغاني بتاعت انا منحاز لمروان موسى. انا منحاز لمروان موسى، بحب مروان موسى بس انا مش منحاز. ازاي اهو انا بتكلم على ابو الانوار، ازاي تيجي في بالك اصلا تفكر فيها؟ اوكي كلام كله على ابو الانوار، كلام كله على ابو الانوار. دلوقتي شعش عند من ده جاب ازاي؟ جايه. استنى بخصوص شعش عند من ده، يبقى هي كانت في الاول، هي دي اصلا اللي انا اصلا قايل لكم ان هتسمعوها اصلا، هي دي. استنوا لحظه من اول بقى هنا، هي دي الحته اللي انا اصلا كان نفسي الفيديو ده الوحيد، الفيديو ده بتاع الجوكر ده انا كان هموت وان هو ينزل. اوكي ف شوفوه اتفرجوا عليه. تو كان هيكتب ما تسيبوش لي يوسف قلم، يوسف بيشعشع درب من دعم مش نقص هبل. اوه يا ابن الله. لا ثواني نعيد الحته دي عشان شعشع درب بتاع دي. هاتو كان هيكتب ما تسيب هاتو كان. اوكي هي دي الحته اللي انا كنت برضو كانت عجباني، ودي اللي انا عشان كده الديس ده عجبني بسبب الحته دي. حتى انا في اخر الحته لما انا كنت جايب لكم الحته من شويه لما كنت بتكلم على ابو الانوار، انا كنت بتكلم على شعش عندري بن دعو، حتى برضو في الاوترو انا كنت اتكلمت ان عجباني اللي هو كان بالنسبه لي اصلا في الديس كله اصلا حته شعش عندري بن دعو دي اللي عجباني. بقيت اعرف اقولها اصلا من كتر ان انا قعدت احاول اقولها، بدل لي ان التكرار بيعلم ال يبقوا كملوها انتوا بقى. ما علينا خلينا نكمل الحته دي. مش ليوسف قلم يوسف بيشعشع درب من دعم مش نقصها شخبط. يا ابن اللعيبه مش ناقصها هبل. انا قلت لكم الجوكر بيغني اللي هو تحس ان هو ايه. انا يا عيني هنا بقول انا قلت لكم يا عيني الفيديو منزلش يعني مش عارف بصراحة. يعني ماشي اوكي انا هشوف حوار اليوتيوب اوكي، فهحلها ان شاء الله في الفترة دي. وغير كده في حاجات عايز اعملها برضو بالنسبة ل طبعا شفت الكومنتس اللي انتوا كاتبينها ايا كان في الكوميونتي او في الفيديو نفسه، ان انتوا عايزين تقريبا اعمل لكم جروب على الواتساب حاجه زي كده. اوكي هشوف الموضوع ده، وفي نفس الوقت برضو الديسكورد، برضو عايز اعمل ديسكورد برضو، فلسه بفكر. اوكي كده كده هعملهم ان شاء الله. لو ده حل هيبقى احسن من موضوع اليوتيوب، هيبقى احسن. احس ان كده يبقى فيه برضو حاجات تانية ممكن نتعامل مع بعض، لان برضو انا نفسي الناس تبعت لي ميمز. يعني يا ريت لو حد عنده ميمز عربي يبعت لي ميمز عربي، انا محتاج ميمز عربي. يعني عرفوني انا اعرف ميمز البريتش والامريكان بس. اوكي يعني مثلا زي في واحده، استنى كان بتعمل ازاي، استنى عشان جايب معايا صاحبي هنا. اوكي ليتس جو. لا استنى اوكي المفروض كده. اوكي ليتس جو ده من ضمن الميمز اللي اعرفها. اوكي في برضو ميمز كان ايه اللي هو اوكي عارفينه اللي هو دي قديم ميمز اللي اعرفها. اوكي ممكن يبقى حد مش عارفها. ايه في ميمز ايه تاني؟ مش عارف اقول بانش سانتا ابكا حاجه زي كده. في ميمز بقعد اتفرج عليها، انا ما اعرفش الميمز الموجود في العربي. اوكي ممكن حد يبعت لي عشان ممكن اتكلم عليها او اعملها مثلا في رياكت. اوكي لان الميمز انا من ضمن الناس اللي بحب الميمز او الحاجات اللي هي المسخره فشخ دي. اوكي افتكرت برضو في حته طبعا الناس اللي هي كانت بتكلمني فيها، اللي هي من ضمن الحاجات برضو الناس اللي هي كانت مفكرها، لان انا ما كنتش موضح في الفيديو ده. يعني هما معاهم حق بصراحه،
ان هما في طريقه كلامي كان باين كاني ان انا مفكر ان مروان موسى ضد الجوكر. لا انا كنت بتكلم ان الجوكر كان قايل الحته دي كده، كان بيكلم مع ابي يوسف يعني بيوجه له كلام بيقول له ساقطهم على مروان موسى، ساقطهم راب، ربهم احسن منك، كان قايل الحته دي. اوكي فانا عارف ان ايه، ان هنا في الحته دي طبعا الجوكر بيدافع عن مروان موسى. اوكي ان هو بالنسبه له ساقط مروان موسى او الراب بتاع مروان موسى بالنسبه له راب احسن من الراب بتاع ابي يوسف. اوكي ده اللي انا فاهمه. اوكي على الرغم في كومنت تاني اتكتب لي ان الجوكر ما كانش واخد ان مروان موسى او مش عارف مروان موسى المفروض ان هو خسر حاجه زي كده، بس مروان موسى مش واخد الجوكر خسر، بالعكس اللي هو تيم. على الرغم كلام الجوكر اصلا ما كانش برضو واخد ان مروان موسى خسر يعني، حتى برضو اللي كان كتب لي كده ما اعرفش مش فاكر فين انا شفتها، بس شفتها اوكي كان امبارح تقريبا حاجه زي كده، كان لسه لان الكومنتات ما شاء الله يعني، ما انا كنت خايف بصراحه من الكومنتات ان في ناس انا وانت هتهاجم بصراحه، بس الحمد لله انا ما تهاجمتش كالعاده. انا بتهاجم كتير. المهم اهم حاجه بقى عشان انتوا جايين اصلا كلكم عشان الحتت دي، اوكي عشان طبعا العنوان مكتوب على ابو النور، ففعلا عشان صورت الفيديو هو انا لو جبته لكم هيروح لكم هنا. اوكي ده فيديو كامل، بصوا الدقيقه قد ايه، 17 دقيقه وشويه. اوكي احنا في 5 دقايق، في فاضل 5 دقايق. اوكي فدي اللي انا هخليكم تتفرجوا عليها دلوقتي حالا. اوكي الكلمه دي كده بتجيب معاك ايه، 3 حاجات، ابيض ازن ابيض وابيض في المزيكا كده ابيض، ما بتقولش اي حاجه، والثالثه انت بس احنا مش عارفينها يعني. الثالثه ايه بقى يعني؟ ابيض اوكي، لون ابيض اوكي، احنا عارفين ده ابيض عشان ما فيهوش حاجه في المزيكا او ما بيقولش حاجه في اوكي طبعا بقى عشان الناس برضو اللي بتقول انا محايد عشان الكلمه دي مضايقاني، انا الكلمه دي مضايقاني، انا مش محايد اقسم بالله، انا هنا بتكلم عن مروان موسى ان انا حاولت ادافع عنه ان هو كان بيقول ان هو ابيض عشان يعني ما بيقولش حاجه في الاغاني. اوكي زي ابو الانوار قال، فانا مش محايد، انا بس الفيديو ما نزلش اقسم بالله الفيديو ما نزل، انا هعمل ايه انا؟ طيب انا ذنبي يعني؟ خلينا نكمل. اوكي هو في مروان موسى فعلا في الاغاني يعني اغنيه شيرتون انا فعلا مش فاهم هو بيقول ايه. اوكي هو مش هقدر اغلط ابو الانوار. اوكي حاولت مش عارف اغلطه. اوكي هعمل ايه تاني؟ انا بحب مروان موسى. اوكي بحب مروان موسى، بحب ابي يوسف وابو الانوار، ما عنديش اي مشكله معاهم، بس مروان موسى في حته ثانيه بالنسبه لي بصراحه. اوكي بس ده مش معناه ان انا بحب كالعاده بعطل في حتت معرفش، مش عارف هو انا الوحيد اللي كده ولا لا، بس اللي هو ايه في كلمات بعدوات بتعلق معايا اللي هو مش عارف انطقها، ما اعرفش الايماني ممكن في وقت عادي بعرف انطق فاهم، او ممكن انطقها يعني سهله. اوكي بس اجي انطق تاني مره مثلا ما بعرفش اللي هو بيعلق فاهم، بحس ان حد مثلا من جوه بيبقى شادد حبل فاهم، ده لساني ومربوط بحبل وربنا انت ناطق فاهم، اللي هو ده فاهم، فده بيحصل معايا كتير قوي ما اعرفش ليه، وبتضايقني الحتة دي لان مش عارف بحس ان انا اهتم احيانا ببقى متضايق قوي اللي هو الناس كلها بتتكلم الا انا ليه فاهم. معلش خليكوا تكملوا. اتحايد ولا بقى ايه؟ اسمعي ان انا اكون مع مروان موسى وخلاص فاهمين حاجه، اللي هو ابقى معاه الراي شيء معاه في اي بتنجان. اوكي لو هو غلط هقول ان هو غلط، لو هو صح هقول ان هو صح. اوكي بس انا هنا محايد، انا مش بقول ان هو صح ولا غلط، وما بقولش ان ابو الانوار صح ولا غلط. اوكي وانا اتمنى ان بعد ده كل الهري اللي هم بيعملوا ده في الاخر يعملوا فيت مع بعض. بصوا انا هبقى مش بصوا لا بس ابو الانوار لو معاه وانا مش هعرف لان جايز اخد بلوك. ابو الانوار بيبقى عامل زي
عارف ليه؟ 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 خلي الناس تحبك أكتر، أوكي؟ خلي الناس تسمعك أكتر. فعلا خلي الناس تحبك أكتر، يعني أنت زي القناة اللي أنا وريتها لكم دي اللي هي ميا تيم، ده واحد أهو أدي دلوقتي هو ده من ضمن الناس اللي مش طايقة أبو الأنوار بسبب بلوك، اللي هو الراجل تعب، لأن الوقت بالنسبة لليوتيوب إن أنت بتصور الموضوع مش سهل، أقسم بالله إنك تقعد قدام كاميرا والناس تكتب لك كومنتات أيا كان بقى سلبي أو إيجابي، ان انت بتشوف بعدات كومنتات زي ما انا قلت، انا احيانا ببقى خايف اقسم بالله افتح القناه، اقسم بالله ببقى خايف لاني ببقى داخل، لان في كومنتات بتبقى جايه لي في فيديوهات قديمه ما كنتش لسه فاهم حاجه، اوكي ده مش زي دلوقتي، اوكي انا دلوقتي لحد ما فاهم بقدر اتكلم قدام الكاميرا، في الاول كنت مكسوف جدا فاهم، لو تتفرج على الفيديوهات القديمه هتلاقي ان ما اعرفش ليه اوكي، بس انا كنت كده، فاللي هو مش متعود فاهم، اللي هو معرفش كمان مين هيتفرج عليا او مين الناس تتفرج عليا دلوقتي، اه ممكن ابقى عارف مثلا فلان وفلان وفلان اتكلمت معاه فاهم، اتعاملت معاه، فاللي هو خلاص بقيت اتعامل على اساس ان انا بتكلم مع ناس صحابي، يعني انا بتكلم دلوقتي كاني بتكلم مع صحابي، مش بتكلم على اليوتيوب مثلا فاهم، اللي هو مش ناس غريبه بمعنى صح، او ممكن يكون في ناس بتتفرج اول مره تتفرج عليا، بس انا بتعامل على اساس ان اه الناس دي عارفاني صباح الفل فاهم، انا بتعامل على اساس كده. ف طبعا الناس بتكتب لي كومنتات، في ناس بتبقى بعد اوقات اللي هي زي ما انا قلت ما عندهاش حته اللي هو الشخص ده طيب ممكن يكون بيسمع جديد، او مثلا اغنيه دي لسه هو لسه مفكر ان هو يسمعها، طب يعمل شويه سيرش شويه على او يشوف الفيديوهات اللي انا عاملها قبل كده، هيلاقيني ان انا فعلا واحد ما كنتش بسمع فعلا عربي، دي حقيقه اوكي، يعني زي اغنيه بتاعت عفروتو اللي انا عاملها وطلعت ان هي 2019، ده دليل، ده اكبر دليل ان انا ما كنتش بسمع عربي فعلا، ما كنتش بسمع عربي، يعني ما بحبش عربي، ما كنتش بحب العربي، مش جايه معايا ان انا اسمع عربي، اللي هو انت بتسمع حاجات اللي هي تحس ان هي تليق عليك ان انت تسمعها فاهم، مش عارف اجيبها ازاي بصراحه، بس اللي هو العربي عمري ما حسيت ان انا اسمع عربي دي هتكون ليا او شيء اقدر اتعامل بيه، لا يعني مش عارف، اللي هو انا من صغري يعني اه كنت بسمع عربي، بس اللي هو مش عارف اجيبها لكم ازاي بصراحه، مش عارف اشرحها. فطبعا من قريب طبعا ابتديت الموضوع جاي معايا صدفه اصلا، انا عامل رياكت على الاغاني العربي اصلا، هي جايه معايا صدفه، يعني هي مش جايه مثلا انا فاتح قناه قلت اوكي انا هعمل على راب المصري عشان ما بسمعش راب مصري فاهم، فاروح ابدا بقى انا في راب مصري فاهم، هي ما جاتش كده خالص، هي جت صدفه ان انا كنت بعمل رياكت على كذا حاجه، ومن ضمنهم كانت جت اغنيه مكهرب بتاعت مروان موسى، بعد كده جه اندر جراوند، واحد اسمه اندر جراوند داني ليستا، اعمل ده واعمل ده واعمل ده، قلت اوكي هعمل ده وده وده وده، انا قلت اصلا ما حدش هيتفرج بصراحه، يعني انا قلت كده كده اصلا هيبقى مثلا اندر جراوند هيتفرج عليا وممكن يعني واحد ولا اتنين، ومن بعدها ما شاء الله يعني في حاجات حصلت غريبه، لقيت الموضوع ماشي حلو، قلت اوكي يبقى الناس يعني عايزه تتفرج على حد يكون اول مره بيسمع عربي، فانا قلت يبقى موضوع حلو ان انا اعمل رياكت، ان الناس هتشوف الليفلز كلها اللي انا بمر بيها فاهم، من واحد من الصفر، ده اللي جه في بالي بصراحه اول ما بدات، قلت هم يبقى هم عايزين يعملوا كده، قلت هيبقى فكره حلوه فشخ ان انا ابدا بطريقه مختلفه تماما عن بقيه الناس، ان انا واحد مش فاهم حاجه خالص فاهم، ما كنتش بسمع عربي لدرجه مثلا بعد سنه ولا حاجه اكون وصلت فاهم الدنيا ماشيه ازاي، وفاهم الجو الراب الموجود اللي في مصر والناس اللي موجوده في مصر فاهم، اللي هو ابقى فاهم مين ده ومين 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 ده، مش عارف ابطل مين ده بصراحه، بس يعني مش عارف حسيت ان الموضوع هيبقى احلى لو انا طولت اكتر من كده. المهم فطبعا ايه ده اللي جه في بالي بصراحه، ان انا الناس عايزه تشوف الليفلز اللي همر بيها فاهم، لغايه ما اوصل لمثلا زي رائف مثلا، ما يعني ده بعيد قوي، بعيد فشخ من رائف، في حته تانية، رائف ركب المكوك وسافر اصلا فاهم، اخد سين الراب كله وسافر، بيخلي الناس بقى شويه فتافيت، ما علينا، بس يعني نامل الى حد ما، نامل ناخد بس من فاهم من اللي عنده، لا دي ما علينا، ومعتم برضه يعني ما شاء الله عليه.
لان برضو كان في حاجات برضو من ضمن حاجات لا كنت نفسي اعملها اصلا في القناه، ان انا هجيب فيديوهات مثلا عن سلانجز اللي هو السلانج اللي هو البريتش اللي هو الرود مان او اللي هم لغه الشارع، فاهم؟ لان مثلا عندهم زي ايه كلمه واجوان، واجوان دي اللي هي زي واتساب، فاهم؟ اللي هو واتساب برو اللي هو نظام اللي هو الامريكان اللي هو واتساب اللي هو واتس جوين اون والجو ده اللي هو السلانج اللي هو زي اللغه العاميه، فاهم؟ ففي كان حد بيشرح، فانا كنت اصلا من ضمن الحاجات اللي انا كنت هعملها اصلا في القناه دي، مع ان انا عارف ان محدش هيتفرج على الحاجات دي اصلا، اوكي؟ بس اللي هو كنت بعملها اللي هي مجرد ايه حاجات اللي انا اعرفها، فاهم؟ او الحاجات اللي هي ايه ان انا حابب اعملها، اللي هو في نفس الوقت اللي البريتش اصلا بيتنطق الانجليش ذات نفسه، يعني الامريكان بعد وقت اصلا بينطقوه بنظام تريقه، وفي نفس الوقت بينطقوه غلط احيانا الامريكان ذات نفسهم، لان الانجليش بتاع اللي هم الانجليش انجليش، لان بريتش انجليش يعتبر انجليش انجليش، الامريكان امريكان، اوكي؟ يعني لو حد هيقاوح ولا اي حاجه، فالبريتش بيبقى اللي هو زي مثلا بدل بقى في اخر كل حاجه اللي هو مش كده، اللي هي كلمه مش كده يقول له اني التي ما بينطقهاش، او مثلا كلمه بريتش بينطقها بريش، او مثلا اللي هي باف اللي هي بدل برو باف، ومثلا اس بدل اسك اكس اكس اكسم اكسم على اسكيم اسكيم لا اكسم، فالنوت بيبقى مختلف بالنسبه للبريتش، تقريبا برضو امريكان اكسم كلمه اكسم تقريبا بلاك امريكانز تقريبا، انا اعتقد ان هم بيتكلموا برضو اللي هي اكسم بدل اسكيم. فطبعا كان في فيديو اتفرجت عليه ان واحده بتشرح المواضيع دي، فانا ده كنت اصلا ناوي اعمله اصلا في القناه. انا مش عارف انتوا لو حابين ان انا اعمله ممكن اعمله برضو، وما زهقت يعني، الموضوع مفتوح اصلا كده كده، وان انا اتكلم ان انا اقعد انطق مثلا بيج بوندا وبرده كلمه مام على كلمه مام اللي هي الام مام. البريتش غريب، تحس ان هم في بقهم تحس ان في زلط، فاهم؟ تحس ان هم حاطين زلطه تحت لسانهم، تحس ان نوتة غريب، بس انا بحبه بصراحه يعني بريتش اكسنت انا بحبه. فدي من ضمن الحاجات اللي انا كنت هعملها، اوكي؟ ف انا قلت جايز تكون الناس حابة ان هي بدل ما انا اعمل الكلام ده ان هو حاجة تبقى بالنسبة لهم برضو جديدة، ان انا يكون واحد ما ماليش في الحاجة دي، فاهم؟ فقلت خلاص مش هعمل الحوار البريتش ده وخليه في موضوع ده، بما انه هو حاجة يعني انا كنت اصلا بدأ القناة ونفسي اعمل حاجة فعلا مختلفة، يعني حاجة تكون مش موجودة، فاهم؟ اللي هو مش موجودة. اي نعم الرياكترز موجودين عارف ده كله، بس اللي هو انك تبدا واحد مش فاهم اي حاجه وتبدا بالقناه، او تبدا تعمل حاجه الناس تتفرج على واحد مش فاهم اي حاجه لدرجه يوصل بعد كده فيما بعد ان هو يفهم، اوكي؟ وجايز اقرب فيما بعد، مش عارف، جايز، الله اعلم. يعني تخيلوا كده اللي هو من الصفر وبعد كده اروح اقرب، اوكي؟ يعني مثلا خلينا نجرب باني معايا مايك. ايوه مفيش، اوكي اوكي طبعا انا هرب، اوكي؟ مثلا كتجربه، اوكي؟ كتجربه، مع ان في مايك تاني بس قشطه هستعمل ده، ولا اشغل صدى الصوت العلب، ايوه العلب، خد عايز كيبورد، خد عايز ده من ضمن الميمز اللي انا عارفها بصراحه، اخر ميمز وصلت لي اللي هي الكرتونه، يعني من الكرتونه. عايز فلاشه 5 جيجا، ما علينا ما علينا، انا كنت هراقب صح؟ اوكي عشان نسيت. اوكي يلا فكرت في بارز كنت، خليني ابدا تاني من اول جديد، اوكي؟ كنت قاعد وبفكر اغني في بارز، لقيت دماغي سرحت وراحت مارز. ممكن صح؟ لا استنى اوكي انا هحط من اول دي عشان مش عارف. بلاش وو عشان بتاعت مارو، بلاش ها عشان دي بتاعت ابي يوسف. سكو سكو
بلاش دي برضو بينهي بيها برضو ابو الانوار. استنى ممكن ايه. دي برضو بتاعت مروان بتاعت ابو الانوار. طب ابدا بايه؟ طيب اوكي انا هبدا عادي. كنت قاعد بسرح مش حق كنت بف انا كنت بهزر اصلا. انا عمري ما اكون رابر اصلا. انا كنت كل ده كنت بهزر اوكي. ما حدش ياخد كلامي جد اوكي. انا كنت بهزر اوكي. عمري ما هكون رابر اصلا اوكي. مش هتوصل للدرجه دي. استنى انا بتكلم ده في المايك ده. ده شخر لي. ما علينا ما علينا. ما علينا. انا يعني كنت بهزر اوكي. انا عمري ما اكون رابر او موضوع اصلا مش في دماغي اوكي. بس لو جاني بس لا مش هبقى حلو مش هبقى حلو اوكي. ما علينا. الموضوع هيبقى صعب اللي هو من الصفر اللي هو الناس او على الاقل ما فيها. لو انا بقيت رابر لو جيت هدس حد بما اني هكون رابر مثلا هيقول لي ده انت كنت لسه احنا كنا في المجال وانت كنت لسه مثلا فاهم يخترع حاجه زي كده او ممكن يجيب حته اصلا من فيديو زي ده. فلا انا استحاله اكون رابر. الموضوع بصوا مش ممنوع مش هينفع. ما علينا. انا كنت هقول ده رياكت على فكره اتعود. ما علينا. انا اول مره اعمل فيديو طبعا بالستايل ده اللي هو اكون بتكلم عادي طبيعي اوكي. طبعا ده الفيديو هينزل لكم. انا اتمنى اكون انا شرحت للناس كل حاجه اوكي. ويا ريت يا ريت يا ريت الناس ما تتضايقش مني اوكي. واي حد قال لي ان هو بيحبنا انا كمان بحبكم فشخ اوكي. وبشكر الناس كلها طبعا ان هي مستحمله واحد زي اوكي. اوكي ده كان فيديو اوكي بشرح فيه كل حاجه. اتمنى تكونوا فهمتوا انا عايز اقول ايه وصل لكم انا عايز او دماغي ماشيه ازاي اوكي. وان الناس ما تزعلش او تحس ان انا بحب مروان موسى اوكي. وبالنسبه ل ام جي كي وامينيم ها واخد بالك انت انا ما كنتش مع ده ولا ده لان ام جي كي انا اصلا بحبه اوكي. وامينيم انا برضو بحب امينيم. بس ام جي كي انا في برضو بعد الحاجات الفري ستايل اللي انا سمعتها لام جي كي كانت تحفه. كان في من ضمن الاستضافات الفري ستايل اللي انا سمعتها كان في كحه. يعني تخيل كده انت مثلا في راديو وهو بتفري ستايل وكان كل ما يقول حاجة مش عارف ايه فكان تحفة بصراحة كانت عجباني. انا في النقط في حاجات تافهة كده بتشدني فالكوحة دي وانت بتفري ستايل فاهم في اغنية مش عارف ايه ام كافي مش عارف ايه ده كان في وسط الراب فكان عاجبني فشخ فاهم. فيمشي كي من ضمن الناس انا بحبها بصراحة. بس لما كان حصل بيف ما بينه وامينيم انا ما كنتش ولا مع ده ولا مع ده. وبرده كان نفسي ان البيف يخلص اصلا بتاع ام جي كي وامينيم. الحمد لله خلص عادي. ان هو امينيم ما نهاش كارير ام جي كي لان صعب تنهي كارير حد زي كارير ام جي كي اوكي. زي مروان موسى كده استحاله حد يقدر يخلي كاريره ان هو او يخليه يقعد في البيت لان صعب. ولا ابو يوسف ولا مروان ولا ابو الانوار ولا جوكر محدش هيقدر يقعد حد في البيت معنى صح اوكي. كل ده بيف وعايدك في البيت ومش عايدك عمرها ما تحصل اوكي. وانت عارفين الناس دي يعني وصلت لحاجه اللي هو استحاله الناس تنساهم او الناس اللي بيحبوهم اصلا كتر فشخ. ما علينا. ده كان فيديو اوكي. خلينا ننهي الفيديو على كده. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد واقول لكم يلا تشوس.